هذا عندنا جامعة للبنات على يساري، شارع الحجول، هذا عندنا جماعة الخير سوق العتيبية، إذا روحنا يمين يودينا إلى شارع البياري، ما شاء الله جوا حلوة، حتى سوق العتيبية كمان مفتوح من بدري ما شاء الله. الطريق يودينا يمين الى شارع الغزة، هذا طول يسار يودينا الى حي الملاوي والخانسة وريع ذاخر وجبل النور.
الغسالة على يميني وعلى يساري حي جبل النور. أمامكم جبل النور ما شاء الله تبارك الله. والله في هذه الأجواء جميلة فكرت أطلع جبل النور، إيش رأيكم يا جماعة؟ أمامكم هذا على يساري حي حراء الثقافي، ما شاء الله تبارك الله، شوفوا زحمة يا أمامنا حي حراء الثقافي، والطريق الجديد اللي فتحه يا جماعة الخير صعود إلى جبل النور في هذا الحي في هذا المعرض، تدخل جوا وعلى طول طلعك على طريق جديد اللي يودينا إلى جبل النور. طيب يا جماعة الخير هذه كانت جولة اليوم، شايفين ما شاء الله تبارك الله أمامكم برج الساعة. إن شاء الله إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة، ونشوفكم في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subscribe to Creativity Channel, do like, share, comment and click the notification bell so that you will be notified every time we post a new video.